وهنا الخطورة. يقول أحدهم، أنا أسميه القرضاوي الصغير، يقول أنا أشك في كل كتاب إلا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى البخاري ومسلم أشك فيه. الحمد لله أن الشك فيك أنت ليس في البخاري ومسلم، هو قرر على نفسه ليش من هو الشاك، ها هو الشاك ليس البخاري ومسلم. على أي أساس؟ لا أساس، هوى فقط، هوى، ما أتى بأي دليل سوى أن يتبع الهوى. وإلى البخاري ومسلم كتابان تلقتهم الأمة بالقبول، وبذل أهل العلم فيها جهدا عظيما، حتى من زكى هذين الكتابين ما زكاهما من هوى ولا من فراغ ولا من تخمين، بل نظروا إلى الجهد العظيم الذي بذلاه هذان العالمان حتى جمعا هذين الصحيحين. فما زالت الأمة تتلقى البخاري ومسلم بالقبول، ولا ينكره إلا صاحب هوى مبتدع رافضي ملحد. أما مسلم سني يعرف كتب العلم ويعرف العقيدة ويعرف المنهج الصحيح ما يشك في البخاري ومسلم، لكن هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فإذا جاءوا إلى السنة قالوا نشك فيها. طبعا هذا بلغ من الجرأة ما بلغ فقال أشك، غيره أخف من ذلك، ماذا يقول؟ يقول أحد لا تثبت بعقيدة، حديث الأحد ما يبلغ لدرجة اليقين حتى نثبت بعقيدة، يعني يرد الأحاديث بلطف، وهو رد الأحاديث هكذا، لما يقول حديث الأحد لا تثبت بعقيدة هو رد الأحاديث، لكن رده بعبارة لطيفة وفيها ترويج للباطل وتزيين له كأنه يريد أن يعتمد على اليقين، فيرد الأحاديث ويقول العقيدة شيء أكبر من ذلك، أن نثبت عقيدة بحديث أحد راوي واحد ربما أخطأ ربما نسي ربما وهم، حتى ولو كان ثقة، حتى ولو كان ثقة أخطأ، ما هو معصوم، حتى لو كان في البخاري، حتى لو اتفق على البخاري مسلم، يعني ممكن بعبارة ومراد من هذه العبارة رد الأحاديث، لا سيما ما يتعلق في الاعتقاد في أسماء الله في صفاته في أفعاله. لكن يبلغ الإنسان أكثر وقاحة وقبحا فيقول لا أشك في البخاري مسلم. قال جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له ما له من نور. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يمده الله، إذا اختار إنسان الضلالة ربنا جل وعلا يعاقبه يزيده ضلالة. أما قرأتم قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال الله، العبرة هل ثبت أو لم يثبت، فإذا ثبت وهو في الصحيحين في البخاري في مسلم فيما اتفق عليه الشيخان أو فيما أورد أحدهما ولم ينكره أحد من الأمة، تلقته الأمة بالقبول وربنا جل وعلا حافظ الدين. يعني ما معنى قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الذكر القرآن، أليس كذلك؟ هل تعلمون أن من حفظ الله عز وجل القرآن أن يحفظ السنة؟ تعلمون هذا أم لا؟ لماذا؟ لأنه خلقنا لعبادته، ولا يمكن أن نعبده إلا بالكتاب والسنة، فتفاصيل العبادات كلها في ماذا؟ في السنة. فلو لم يحفظ لنا السنة ربنا جل وعلا لما أمكننا إيش؟ أن نعبده، وخلقنا لنعبده، فهل يخلقنا لعبادته ثم لا يحفظ لنا الدين حتى نعبده به؟ هذا ينافي حكمة أفراد الناس، ولا يمكن، والله جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لا يحفظ الدين حتى يعبد وقد خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كيف نعبد ربنا جل وعلا وهو لا يتكفل لنا بحفظ الدين حتى نعبده؟ إذن هنا في الحالة لو لم يحفظ لنا
ربنا جل وعلا الكتاب والسنة، يعني معنى هذا ماذا يا أخوان؟ أنه كلفنا بما لا نطيق، كلفنا بما لا نطيق، يأمرنا أن نعبده ولا يحفظ لنا الدين. طيب كيف نعبدك يا رب؟ هذا سوء ظن بالله، بل الله عز وجل حفظ هذا الدين وقيض علماء وأئمة وحفظوا هذا الدين وذبوا عنه، حتى من أراد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة يمكنه ذلك. فليس في البخاري ومسلم شك، والأمة تلقتهم بالقبول، وما زال المسلمون أهل السنة يعتبرون هذين الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الزندقة الأخرى أنهم لما قضوا على السنة بقولهم أحد وأشك فيه أتوا إلى القرآن. القرآن منقول بالتواتر وكتاب لا ريب فيه، فلا يمكن أن يزيدوا فيه آية ولا ينقصوا منه آية، بل لا يمكنهم أن يزيدوا كلمة ولا ينقصوا كلمة، بل لا يمكنهم أن ينقصوا حرفا ولا أن يزيدوا فيه حرفا. فما الفعل؟ هم زنادقة أهل أهواء. في التفسير أخذوا يؤولون كلام الله عز وجل على غير مراد الله سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم هذا القرضاوي الصغير يقول قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال لم يقل جل وعلا ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم، قال لا. فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويل بارد، يعني يكفي في الرد عليه أنه ساقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق في دينه وخلقه ومروءته وصدقه وأمانته، ولن ترضى عن اليهود والنصارى، فمن باب أولى ألا ترضى عن غيره. هل سيرضون عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله من بين البشر جميعا، واحد صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى، المعصوم، خاتم المرسلين، سيد ولد آدم أجمعين، لن ترضى عن اليهود والنصارى، سترضى عني أنا وأنت؟ فانظر إلى هذا التأويل البارد الساقط. هذا بعد ما هو حديث في البخاري ومسلم يشك فيه، هذه آية قرآنية، لكن ماذا فعل؟ فسر الآية على غير مراد الله، فقال الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، لم يقل الله عز وجل ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم. فنسأل الله العافية. يقول أحد الأخوة هذا الرجل انتظروا عليه سيسقط، فقلت وأي سقوط أكبر مما هو فيه؟ كل يوم يتردى أكثر وأكثر، سقط وانتهى. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن حفظه للدين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كلما سقط خلاص لم يعد يثق به أحد، وظهر أمره وانتقم الله منه عاجلا. إلا القول على الله، والله قد إنسان يفعل ويفعل 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 ويمهله الله، إلا إذا تقول على الله هذا لا يمهله الله عز وجل، حتى لا يكون فتنة في تزوير دين الله عز وجل. والدليل قول الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوف ولو كان رسول الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن ما تقول على الله بعض الأقاويل فلم يأخذ الله منه باليمين ولم يقطع منه الوتين، بل أيده ونصره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله، فكيف من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول على الله؟ والله لا يدعه الله عز وجل إلا أن يسقط من أعين المسلمين. ولهذا كل يوم يتردى أكثر وأكثر وأكثر، حتى أتى يقول أنا راح أقول كلام أدري أن راح يصير في ردة فعل وراح يترضى عليه، لكن سأقوله، كأنه يتحدى. أنا أشك في كل كتاب إلا القرآن، حتى البخاري ومسلم
كفوك. الحمد لله الذي أظهره وفضح أمره، هذا القرضاوي الصغير، نسأل الله العافية. فانتبهوا انتبهوا. قد يقول قائل هذا أمر يحزن، أنا والله لم أمر به لكن فرحت به. لماذا؟ لأنه هو جنى على نفسه، هو الذي جر الكلام على نفسه، هو الذي فضح نفسه بالعربي الصريح. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.